بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أقول أحجرني منظومة ذي نهج الرشاد في نظم الاعتقاد العلامة جبال الدين الحنبلي عليه رحمة الله، بيت كبغولي الإحاد بن سوقاني، وليس بذي طول وقصر يشينه، ولكن قوام ما بين ذي الطول والقصر، ولا أسود كلا وليس بأبيض، ولكنه في الحسن كالكوكب الدري. النبي صلى الله عليه وسلم صفات كيسية تلمامه سايو وذي قرام حكود حشري تلمامه سأبوركا إلهي كو أبوري تبارك وتعالى يشركي السيد وأبورنا. وليس موسى نهان النبي بذي طول مدر الأصاحيبة وقصر يقابني أو يشينه فول حمية، ولكن قوام مدحوها بين ذي الطول مذو لحيوها بين ذي الطول مدر الأصاحيبة هي والقصر قابني، ولا أسود مد مذون ماهين كلا كتشوك ساميه، أما كلا أرنك ساميه، وليس من أوصنهان بأبي يضاء مد عدن موصنهان، ولكنه سيشي رسولك صلى الله عليه وسلم كالكوكب سيدي حدق أو كلوها حدق الدرية افتيمي في الحسن يحقق روحه. نبي صلى الله عليه وسلم إتال كيسو أيو كشاقي بيت كهوري أو حليه رسولك صلى الله عليه وسلم ما آدنا من الديرين من قابلين نحن حاد بواه إتال كالنبي صلى الله عليه وسلم إن أود ديرنا ما أهين نين قابلنا ما أهين، لكن إتال كيسو نحن حاد بواه. وحارنت التلمامية كذلك حقا مذب كان مذو دخنا ماهين عدين بوشنا ماهين لحلحات بوها مذب كيسونا حقا قروح ذنا حدق دلالة يوكالي أيو نبي صلى الله عليه وسلم أيو قروح ذا كلام مذها. وحارنت التلمامية نبي إيتالكي صلى الله عليه وسلم مذبكي صلى الله عليه وسلم حديث كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رسول كسفين صلى الله عليه وسلم وحيرير كان ربعة من القوم، نبي قل نحلحات وها ليس بالطويل ولا بالقصير مد ديرنا ماهين مد قابرنا ماهين مذبكي سوها دانت الماما وحيري أزهر اللوني مدوحو أها مذبكي سو السوق شرو جدود يو عدين إسقلي أزهر كوحلي له دوا يعني وأبيض مشرب بحمرة وجدود كيو عدين كمرك إسقلام بالي له هذا أزهر وصيف سروح ليس بأبيض مدادو عد ما هين أمهق أو صافية وعدين كصافية عدين صافية ما هين ولا آدم مد مدون ماهين يعني مد مدون ماهين مهرين محيقن مد بوحو لها عن عدين بوشن أهين آدو عدين مدو آدنا أنا هين لكن مد بلحاذ عدين لحد حاضر رسولك مد بكي صلى الله عليه وسلم عندنا تيمهي سوت الماموحو ليس بجعد قطة ما أهين مد تيم أذك وتيمهي سوت آدو أذكهم ولا صبط مد بكي الحسن وتمين سؤاده كل عسيهن رجل أي سيدي وحف يعشان الله يسانوك عليه أي مين أهين، لكن يقولون تمين سؤال حد بيها صلى الله عليه وآله وسلم سيدة سوي حديث كاس بغاري مسلم بصوصاري. ولكنه في الحسن كالكوكب الدري ماشو يري يدر وحو تلمامي رسول كقروح ديس صلى الله عليه وسلم وحلقو تلمامي تشري إنو ضيح كقروح بديه. حديث معناها شيء إنه حديث جابر الصمرة وليه رسول كان أركي صلى الله عليه وسلم في ليلة إذحيان أبين وضيح إفتيمة يعداء
أي النبي أركي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء أسقو إسكتشوك قدودن قبة مرة إسكتشوك فجعلت أنظر إليه وإلى القمر مر إسقام في ريا مر نضيحا في ريا فلهو عندي أحسن من القمر بولي مر كان إسقرب لغي النبي قابة ضيحة يقلق روح سن بولي يقلقنا للبدن صلوات ربي وسلم عليه حديث كان ترميدي دارمي يا حاكم يا غير كتبه صوصاري وصحيحين يا ذهبين وكوافقي لكن حديثك ضعيف سيد الشيخ الباني غير كده حقيقي شنيا وحاسي حوشنيا والنبي صلى الله عليه وسلم مذب كيسو عليه لا قروح ديسو إني قرح ذا يضيح وكلا أهيد حديث مسلم وصوص هاري من حديث جاب بن صمر لفتيس وحليه هاي ووركوت المابا يا رسولك صلى الله عليه وسلم نبا وحويل وجهه مثل السيف نبي قو وجهه كيسو سيفتو كلوها طيب يعني تلمان تاسي لوا معنا ويكيني كرتاي سيدة سيفتا إنو أدنا يرى أدنا وحاكلو يكيني كرتا سيفتا سيدة سيفتا كلو أدنا لالي مركز أوحو يري نيكلا جابر لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا نبي قوتش قيسا صلى الله عليه وسلم سيف لقم مثال كرين لكن وتش قيسا وحو أها سيدة قرح ذوكلا يضيح يعني دلالك يغروح ذي يفتنك حق قابك ويا لنا كان مستديرا مدور يكسنبوها نبي صلى الله عليه وسلم يعني وجهك قاربك لنا رصاء أولوبا وجهنا ووريكسي مركا النبي وجهك يسوى وريكسنا صلوات ربي وسلم عليه ساسو كنت المامي مركا بعد المامي ساقروح ذا رسولك صلى الله عليه وسلم يقول آذو قروح بنا صلوات ربي وسلم عليه نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورسولك يري قروح ذا نسكت بالسي بعلماء ذو حين الرسول كان كقروح بنا صلى الله عليه وسلم أصل قادنا ذو حين كسو ذا كذا نبي إبراهيم عليه السلام وليس النبي معها نبي ذو طول المدق در صاحبه وقصر إيا قابن أو يشينه فول حميني بمعنى مرك الروح آدو داري هين ودر كي صدتك كنح بحلا نوع فول حما كجرت مرك آدو قابن هين نوع فول حما كجرت لماذا منا ما هين ولكنه قوام بين ذي الطول والقصر وحقول حيي مد در صاحبة هي مد قابني صاحبة لا هذا سؤال حيي ولا أسود معها عن المد مذو كلا ماه وليس من أوصنها عن بأبيض مد عد أو بوشنا ماه مذونا ماه سيد أفريقان كوكلا عدين بوش أو سيد يوروبيان كوكلا أنا ماه ومذك عرب توا مذك عرب توحوي وعدين يجدود إسكتشروه مذك أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لغسق النغيورك كالكوكب وها سيد حدق وكلا الدرية افتيمية دلالية في الحسن قروح ذا نحدة ذا لنك قروح ذا وجشبه طيب محاسينه تسبي العقول بديعة بها لهج العشاق في النظم والنثر محاسينه النبي ونقيا ونقيا الكيس صلى الله عليه وسلم تسبي بديعة ويخبر أما لا بخبر كذلك تسبي وحي قفالنا يساء العقول عقل يدا بديعة ومدحيل دير بها يدا أي لهجة أقوها اللي نسيما من مماني أي كجرت أما كم من هذين العشاق قوة شعل عشق قاضي في النظم هذا الك أن تحنين في النظم هذا الك تحن الحديث إيه والنثرك أن تحنين طيب مركا نبي محاسن تيسا وحكوضا وحاسوه اسكالي محاسن تيسا شركيسا هي سيدو أبورنا ومحاسن محاسن تا وخلقك أنا ويسوه قليسا شركيسو أبورنا وقرحصنا هي أخلاق ديسا وناك جيدوبا يعني وحي أهيد مد عقوش وقادتو قفالتا أدن وحي الأربيع بمعنى شيقو وحكو قفالنا يا مركو وحيلاه يسجل لميتك كب حسين أو كتشيدنا يا سي آدم كنت لقليم بق أيو كو قبصنا يا مسك هذا يعقل يا قفالنا يا مركو محاسين النبي صلى الله عليه وسلم وحي أهيد مذا أدو حلير أو عقل يا بني آدم ك قفالته يعني قادة طعية أهيد صلوات ربي وسلام عليه يعني وح لقوم مثاليا ما تشروه طيب روح مركو أفير صدو نوع حيراء باقليس وكي محوء هاي عايشة كو أروريسي
نبي صلى الله عليه وسلم مركي أخلاق ذي سلوي دي وحي تير كان خلقه القرآن نبي أخلاق ذي سوحي هاي القرآن كي هاي القرآن كأخلاق ذو كهلا يرد وح لقاري كرما ووح يعني في غاية الحسن واي ماشا أقص الرئيسة ومخلوق كجار رقم ونكسني أخلاق القرآن كأخلاق ذي سطع ساسو معنا يعني أخلاق محاسين تا نبي يوانا جيال كيسا أي كم من هذين أما سم من أي أقهل نوينك عشاق ذا كوي تشعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهي كقهل لين تحيي ترى الله وضبا يعني هذا الك هذا القوين ويكترين قوية فربضا هذا يعني النظم يتيح أهين وبضن ويكقرين ويكشيق النبي محاسين تي صلى الله عليه وسلم هذا الله قهل لي معنا كتب بضن بالك قرين حديث بضن باكو سارورتي قرآن كو إن بضن واكا كأما واكا أماري النبي صلى الله عليه وسلم وحكم إذا كتبت متقدمين تو أي قرآن الشمائل المحمدية الإمام الترمذي عليه رحمة الله كدبنا على منواله وكتب اللي هو ألف بشرى اللبي بذكر الحبيب ابن سيد ناس الحلة السيراء في مدح خير الوراء ابن جابر الأندلسي طيبة الغراء في مدح سيد الأنبياء يوسف بن إسماعيل النبهاني نظم البديع في مدح خير الشفيع لجلال الدين السيوطي نفحات الأزهار على نصمات الأسحار في مدح النبي المختار عبد الغني النابلسي يعني حدث ولا حرج كتبت نبي وناجيال كيسي أما أبورك أما أخلاق ديسي وناك سنيد أنت كتب لك قري أما تح لك تريي قبل لك تريي ترم لها معنا محاسينه نبي وناجيال كيسي صلى الله عليه وسلم تسبي وحي قفالتا العقول عقلية بديعة مدح الروى طيب بها إيادة أيا لهج وحا سم من أقوها اللي العشاق أيا كم مناضي لهج وحا كم مناضي العشاق يعني أولي عبيم في النظم هذا الك تحن تحدى لحدى يو النثر كأن تحنين بقى. طيب له الخلق المرضي والجود شيمة رؤوف رحيم القلب في السر والجهر له نبي وحاوسنا الخلق أخلاق ذي المرضي إرالي لغا نغضي له الخلق المرضي له نبي وحاوسنا الخلق أخلاق ذي المرضي إرالي لغا نغضي والجود ديغ سينما ديغ عن فرنان تنشيمة ودبعات رؤوف ويمد ترد بدن رحيم أو نحريس بدن رحيم القلب قلبي يسون نحريس بدن في السر قرسو ذير نحدى هذا يو الجهر موقش ضبا أخلاق ذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرضية مرضية وحلي هذا شيء لتعليه هاي اللي قرر رالي النقضو إعاد كأوه ناكسن بها مرضي لين هذا إلهي أكتي سنة رالي بها نقضي الدومدونا آد بي أجح الإستان ويقن وأبوك النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق ديس طيب وحسين قولي أوت المامي والجود شيمة شيمة ذا وحلي لهذا وغريزة ذا روح شيء وطبيعة أوليه أصل كوا أبا شيمة لين هذا مركز ديق سينما دونا طبيعة أصل يوهي طبيعة منا وإسكدون دوني دينا محوة هاي آد إسكو قصبت مدينا أصل بيدات كوتا مرنا وحل إلى هذا منا ومكتسب منا وغريزوئيو خلقي واحد ومد إله أضمده كو أبوره مركا نبي قد يغسين بي صلى الله عليه وسلم وحي أهيد مد أبوره هاي إلهي تبارك وتعالى أسألهان أسيي طيب وأخلاق ذا وناكسن سيدة يدبا قارنا وأبور قارنا ومكتسب وأدونك انتو يعني نفتي سكو تربيئيو وكل ليليو أيو كسب دا يعني ومن يتصبر يصبره الله صبر كوالي سكر هذين كرا ومن يتعفف يعفه الله تعفف إيه تصبر إيه تحلم إيه ساسو معنا العلم بتعلم والحلم بتحلم ساسو معنا مركوا واسكر هذين واي هذا اسكر هذين صديق سين ماذا اسبر توات برن طلقات كذا اسبر توات برن تام مكتسب اللي هذا مدنا وأبور وإلهي وأدون كأبور ربا وقال كنا وكو أبو ري هي مسلم كنا وكو أبو ري وكي نبي قال الله صلى الله عليه وسلم بعثوا ليتمم مكارم الأخلاق يعني قال ذي وانس كان صوش يقني جاهلي قاها يقول قال بي هدنا أخلاق ذو ناس وحكاية وحكا لها هنشنا المعنى والجود شيمة رؤوف رحيم القلب في السر والجهر نبي صلى الله عليه وسلم رؤوف كوا تريد رحيم كوا نحريستا قلبي يسوى نحريس بدنا وانا تريد بدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساس تردد با
أمديسا حكم بحكمك وكذب عسيني هاي النبي ودوري تري تريد وطري يضراده تيسير بأصلها ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما لا بشير لما خيار قال النبي ولي إلا ميتك فضود بدوران تري ما لم يكن إثمن هدوسن دنبي أهي مركا تاوحيت الويسا الرأفدة حيواناتك نولها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وطريد بنا رحيم القلب قلبي يسون وانا حريص بدنا صلوات ربي وسلام عليه اما دد هلجو اما غوري ها هذا لا بدو وحوت الماما يا رؤوف رحيح رحيم القلب مركو لي هي ايات قرانك ربي تبارك وتعالى كسي في اخر سوره البراء سوره براء او سوره التوبه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مؤمنين تواميد وطريد بدن وننحريس بدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساسوي معنا مركة لواك ربي كنت المامي فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك نحريس ربي قال سببتت حق ربي أكتمت تا سببتت ألا تربيه ولا اللي يلي نبي صلى الله عليه وسلم نحريس ربي بس سبب وحي أقول نغطي إنه أدبع حسن هذا الصحابة ديس يوم ديس أدبعه وعلي لهذا أهلا ولو كنت فضا من هذا الأذى غليظ القلب أو قلبي قلفسا يعني هذا الكيسون أوصل نحريس لهين قلبي كيسون أوصل دنقشي نحيوصل لهين هذا أهلا هيد لن فضوا من حولك ولا غاك العر لها أقول لك شوكة مكتر ومجر لقول ما تشوكة تدقوا كاك العر لها مركا ودبع سنة نبي صلى الله عليه وسلم ونا قلبي نحريس بدناها صلى الله عليه وآله وسلم ما لا بدنا بين كم وقت نحريس تسو وحياله بين آذن كسامية مركو أركو وأويش رسول صلى الله عليه وسلم حكم إذا مثلا قصة دي مركي ويلكي أيضا شيء قبل ديس مركو ديماني ديت كوسام تمن بيز وزيد وصاصة ولجوري نبي صلى الله عليه وسلم قبل ديس زينب أيا رسولك أسوع الدرسة تي واحد رسولك إلهي هو ويل أن ضليب الله هيا أو حالة ديس علوست هاي نائمو مركز النبي صلى الله عليه وسلم أسوة شوابي سلام بو أسوة دري كدبنا وحكوري إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب موسى رسوة آذينه فريم بو أسوة فريم وحكوري إلهي وحو قاتل إساق أسكاله وحو بحيان إساق أمبا أسكالها مركز إساق كسي هدن إساق أمبا قادل وحو البنا وقت بوليه إيها الصبرتو إلهينا أجرها كالسكتو إنتا سؤفرين وركي مركو زينب قاري وربي كسو حليس فرين بها دانو صفرت إلهي إيضا وكور داري نيس إلهي بانكو قور داري رسولك إلا نو إمو بيلاد مركاسو نبيكو إستاقي صلى الله عليه وسلم هدي إلهي اللو قور داري ورمجرو واكعي إستاقى سعد بن عبادة معاد بن جبل أبي بن كعب زيد بن ثابت يهرك الله صحابة كم إذا راعي مركو نبيكو ميشي تقى صلى الله عليه وسلم ويلكي يرا aya dhow loo dhiibay oo dhab ta saaray wiilki baa loo soo koryeelay asagoo wiilka naftu ay shanqareys dhuntiisa iyo halka ay ka shanqareys oo qax qaleedahay oo ay baxayso macna tayib sidii yani sibraro kale haraga macna wax way lagu shubto biyaha yana markuu nabigu arkay sallallahu alayhi wasallam wiilka yarka iyo sidoo xanuunsan iyo sida ay u hayso geerid u hayso fafaadad aynahu nabigu sallallahu alayhi wasallam diisa indood ayaa markaasi ilmeeyay ilma ka shubantay markaasa wuxuu yiri sa'd ya rasuul allah ma hada ha rasuulka yahay maxay tahay tani yaa nabi ka dhigor barorto u diiday ha barorina buu markii ay geeridu ku dhacdo markaa sa'd waxa isaga qasbay barorti iyo isha ilmeeyneys markaas uu yiri maxay tahay sidan rasuulka ilaahay hada goor baa noo diiday markaasa nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadi rahmatun ja'alaha allah fi qulubi ibadihi tani midan idin diiday ma aha waa naxariis ilaahi quluubta adoomada qaar kamida adoomada quluubtooda qaar kamida ilaahi yeela wa innama yarhamu allah min ibadi arrahama ilaahina adoomadiisa wuxuu naxariista kuwa naxariista kuwa qalbiga jilicsan ee naxariisto ilaahi adoomadiisa uu naxariista muslim bukhari ba soo saaray marka meelaha qaar kood nabi sallallahu alayhi wasallam ismahan an jirin oo ooy jiray salawaatu rabbi sallallahu alayhi شفيع لنا يوم القيامة عندما ترى الكتب تؤتى بالميامن واليسر شفيع إرجيوي لنا أنه إرجيو نو يا رسولك يوم القيامة ما أنت قيامة عندما ترى مركز أركته الكتب
وراقه هي قرى الذي أتؤتى يعني ليس سينيو بالما يعني مدقيال ليس سينيو واليسر يبدح ذا يعني ما أنت قيام هذا مركز لتقوه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان نوشة في عدونه مركز الدوم هذا قارنا كتاب كود الله سينيو مدقته منا الله سينيو قارنا بدح ذا الله سينيو طيب أكو قرآن كوي نوشة غيو كتبته وحكودا والديوان الذي لقسه دياري الروح ها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبها وحي لقسه وقريوه مركز دادك قارنا مؤمنين تأميدك تلوغة ديبايا دادك قال هذا يا منافقين تي دادك حلحلنا بدح ذا لقسينا بدح ذا وليبك عن تي تقذال لقسه بيه وراء ظهره حق دمال لوغة ديبايا يولي بدح ذا لقسينا طيب مالك مركا مال أذقواه ومالك لك لبحيوه انت قرر سوال اسكو قصي لكن مالك أسأل لك لميرمية وددك كالعدانة فريق في الجنة وفريق في السعير مالك السيدة أو أذق نبي محبب دعنو الشفيع دعنا ويمعنا طيب وحكو ذا الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى وعالم كوردن الدومة دوردن ثقلين كأي شفاعة ذا وذا قليان وانصو شيقنا شفاعة ويني مقامك محمود كا تاسو كودا خلق إسقى وشفيعية سجوني أنا أمتي سوق شفيعية النبي صلى الله عليه وسلم أمتي برسولك صلى الله عليه وسلم الله الله أمضي إذا أمضي إذا مركز الله وح كله أمضى هذا مرنا أنا كوجه وشين ماي كوجه حمين ماي مركز أمتي سنة وشفيعية محوها هاي شفاعة أو خلاق ضر ننوى شفيعية رسولك صلى الله عليه وسلم كون النار تقلين جوني بو شفيعي دونا قال وكان صامر لي طيب بيت كان دمر وكل شيء دونا شفيع لنا يوم القيامة عندما يشفيع يهي شفيع حويه ذاتك مؤمنين تاء إلهي كرى للنقضي حدنا إلهي إنه أؤذ موه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه عد إلهي انتي إساسود داكتور ليه كرتوان شفيعية وان إلهي إذن سين المجرو إذن لا إذن إسكما إيمان كرتو عد الشفيعي سن وإنو إلهي أو إذنه ولا أقلاده وشفيع ليلان عد الله شفيعي وإنو موحد توحيد كل انتو إلهي رهالك يا وإنو ساسوي أما لعذابي ودم بيجي نار لك قصو قوي أما إلهي ودم الاف لكن روحا مؤمنة هين لو ما شفيعكم اللهم النبي قال نوح وشيء صلى الله عليه وسلم هل نن أو قال أو شفيعي هل كان لنا شفاعة ذي النبي قل نارتا كمسو صارين نارتي أمبا لك فدودي نكاس وأذيرك يا أبو طالب النبي قال أذيرك يا أبو طالب ورسول كرب استاق صلى الله عليه وسلم عمرك إذا أنتم نورابا قرب تاقنا ننكاس بأوحى لوي رسولك محاذ أذيرك أقبت مركز النبي صلى الله عليه وسلم نار تصل كذا كو أركيب إلهي بان الله الله إلهي بان بريء كدي من إلهي با أنت لقى الصوصان نار تصل كذي با نار تحب تي ذلك يعني مركز لقوه عذاب كل شراء عذاب كا ولقوه كل شراء مسكح ذل كركريس وأنا ضد كا نار تقال قال هذا نار تقال إنك وعذاب فضد واه وعذاب معه بل إذا هو كلام الله إننا ما تقلي شفيع لنا يوم القيامة مركا معناه ذو وحواي هذا أدونك تشوغا وواحد كدن بينتو انت آذن قرينيين تروحوا برده كرايا أنو شفاعا اسكوها ليني أما الشيخيل بأي شفيع دونا أما أوقي بأي شفيع دونا شفاعة سي واحد عانت إنو كتشرا معه يا قل لله شفاعة جميعا شفاعة كل قد إلهي بك عندك واي مركا يوئد من دونا يا لو شفيعي دونا ووحي نغا قرصونو الهي قاعد يسكو جرا سوما ان البركه هذا ترى وحي نقود تو وحن لا غرين ان هدا ان كسي تلغليا اني شيخي اي شفيعي دون ود ورسنت شيخا لفتيس ان لا كعاب صورت قال سوما كان اسكو الله يرز لفتيس مخو كنا بين دونا ما تقال هو ماشي برك دينتو نلاده ادر شقيسو سوما نلا اسكو هلينيني واحد ادو كوبد بهذه لهيد شقيسو شفاعه مركه وي جرتها لكن شروطه اذا لا هي
ميد الله بعد ويا وحدة لجران كرمه ووح آخر أشره. طيب ومنقذنا من حر نار جهنم إذا ما دعا الداعي إلى سبب النكر. طيب ومن منقذنا والنبي قم ميت كنا بدبادينية من حر نار جهنم جهنم النار تيذا كليل كيذا ميت كنا بدبادين دونوي إذا ما قرتي الداعي ميت كييري إذا ما دعا له مركو ييرو الداعي كييري إلى سبب سبب حقي مركو ييرو نكر أولا إنكره فضيع وفالح ويبعنا وموقف كحساب حساب توا يعني آفات كيالة هي أهواش قيامة أيو تلمام إياه مركي قبرك اللي سجيره وبنك قيامة اللي سجيره ميشا وحي الله ووح منكر وفضيع يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ساسو يبعنا نكر والشيء لا إنكره حنقه يعني وحو إلا ربصده أي نكر كليدانا. طيب مركي وما لنت قيامة ذا ما لنت قيامة ذا ميت كان بدبادين يو جهنم النار تيذا كوليل كيذا نقب بدبادين يو رسول صلى الله عليه وسلم وحو كوضا هدي هذا الكالو في عنايو وحو كوضا دادك النار تقالي موحدين تا شفاعة دي شيكا صباحيا إنقاد قصاصو كوضا وإلا نار تا عدة اكتدك كبد بادي سواء الله كليكي نبي يقول السبب وياه سيدان الله عبر في عال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ويلكي رأي يهودي جها الرسول كان صلى الله عليه وسلم أشقين شري وأديك شري مركو جريودي مركو النبي قم قال صلى الله عليه وسلم إنه حنونسية أو معتذرية ينبي قم آذية وبوغذي صلى الله عليه وسلم ويل يرى يهودي أسوأ سكراد أبيه لا تشوق أتجه النبي صلى الله عليه وسلم مركاسو إسلام ماذا أبلغه قل لا إله إلا الله وكبير ويل كيرا أبيه أكفر لي بصاء وشلعي سيدي سو كإذا قاضني يوكله مركز أبيه وحكويلي أطيع أبو القاسم أبو القاسم وركي سيال بكويلي أبو القاسم ونبي أن كن يدي صلى الله عليه وسلم ويل كيرا وأشهاتي مركو أشهاتي كدبنا وحير كدبنا نفتاك بحذي مركز النبي وحيد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار أنقذه بي لا سوي معنا الله وحمد ما هذا إسكاله سبب تيد النار كجبت بهذه مرك النبي قال رومينتيس يا دعوديس يا شفاعديس هو السبب لكن بدبادين تيا إسكاله الله كلي جبا إسكاله لا سوي معنا طيب شفاعة سو كوضع وإلا يعني وحوي منقذنا من حر نار جهنم إطلاق أسي الله إسكاله تبارك وتعالى ومنقذنا رسولكم يتكن بدبادين يوي من حر نار جهنم جهنم نار تيذا كليل كيذا إذا ما قرتي دعاء يرى الداعي كيري إلى سبب سبب حق نكر أو لا إنكره سبب يعني حن أو فالح وحسابتي أهواشي قيامة دواي وميتك قبورتا دادك أغيري يوي لأن قبورتا وليس غيري يعني وحوي صباح هاي هل كاسا ليس غير نواقيا كذبنا على صويعي بنك قيامة الله صويعي فيا أحمد المختار يا خير مصطفى إلى الخلق من عرب وعجم ومن حضري فيا أحمد فيا أحمد أحمد المختار إلى دورتيو يا خير مصطفى مثل دورتي كي وخير بنايو إلى الخلق لو دورتي مخلوق حقيس يعني لو دريو مخلوق أصو من عرب عربة وعجم يا عجمة ومن حضر يكور مقاله ومن بدو باكو شرته يدن يعني وحو قيب شيء غيبت قالوا له كشرته طيب احمد المختار ومجي نبي قلنا المختار نواه صفات كيسه كم طوال دورته الهي با دورته مصطفى يا مختار اسكم عروه ويا خير مصطفى انت الهي دورته او خربنا بمعنى رسول الهي دورته اي او فضلنا واه انه خلق او فضلنا هران او سو هذا لكن إنه رسوسه وقفة دي بدن يهي إيضا نصوص عد بيلاد وحاسي شرط مركا لإداد النبي يهي هلك لفضيله نصوص ما كسا أرتقار كم إذا أي تلمام يسو إنا النبي يهي لك لفضيله كريم قارنا وحي تلمام يسو إنا النبي يهي لفضيله بدنائي وقرآن كاشاقين كفضل لفضيله بدنائي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض النبي يهي لفضيله بدنائي لكن وحاسي شرط أحاديث صحيحين كي غير كتكوية ونبي قوله صلى الله عليه وسلم
لا تفاضلوا بين الأنبياء نبي ذا كلا فضلنا هميد باميد كخير بدن أما كفضل بدن هذه هنا. طيب حديث كاس يمرك نصوص تتلمام يسئين أنبياء ذو كلا فضل بدنهين أي علماء ذو مرك إني سوافة جنس كدين قال وحي ليهن وسيد إمام النووي ابن كثير ابن حجر يغير كدين مريان وحي ليهن مرك الذي هي ومرك مرن أو كوي ما دو صوبت نصاصيه لو أني بامرمي نوحي للنبي قلنا قافل بدن نوحي للنبي قلنا قافل بدن مركها سو النبي صلى الله عليه وسلم النبي يدها كلا فضل بلان مرك مرك مورن أما مورن أي قد كينيسو أما ميه أي قصة ليسنت هو إلا نوحي كلا فضل ده إلهي بقى إسكالي صوما إلهي بقى أديامها كلا فضل أزمينة كلا فضل يعني نولك كلا فضل آدمها كلا فضل نبي يدها كلا فضل ملائكة كلا فضل تفضيل كإلهي بقى إسكالي صوما أنا جن وحي إلهي كلا فضلان كلا فضلينا نص كان راعي النور هذا النص هينين هبل بهل كفضل بنهارين لأن موجت صوما وافتراء على الله تبارك وتعالى هذه الظاهر كأنت كوم وقتا وحلاه أحسبه كذلك ساسا أم لينا يا أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد لكن هبل بهل كفضل بين لقيا بعدي إنه كل حمية بالقيا بإله اكتسين وبقول كور كفضل بدي هميت كل هذه وكله ونكس سومجيد مركه وحوي كلا فضلي ده هو اي اجتهادات ان صلى هي كسليسن ايا لديدن يحي لكن وحي النصوص تو كلا فضشو انغنا وا كلا فضلينا اتباعا للنص ويبعنا ماها اتباعا للهوى. طيب مركه يا خير مصطفى اساسوي الى الخلق وحلودر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلقي ودن با لودر عربها اهدن عجمك عجمك وحلي لو وحي عربك سواره إيه ومن حضر حضر كان وحي لله ورمقالك بدويك أما عرابت حضرك لأنه حلقة صوصاري أصل كيسة مقالة لقى صوصاري أنبيادنا إنت بدن مقالوين كان لقى صوصاري جري إنت بدن مقالوين كان لقى صوصاري جري وكا إلهي قرآن كريم كاكو الشيء بحي لسيدة مجتمعات كمقالوين كاسامية من أهل القرى تجمعين كي مقالوين كسامية باديها سامية إما باديه إنه مقالة السامية ما ولقي تاريخي أساسوا سيدس درادة النبي جو حلقة صارا كل كاس مقالة أقوين أو مقعرون أيا أنت بدل النبي جل جسوس صارجر. طيب مركا محوا هاي حضر كواسيدا وماشي أصل كاهي لكن وحلاو دري في مقال الربادية بقى كلي وكان صومرني وبعثت وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة ولك القرآن كان واكي إلهي كشك تبارك وتعالى إن خلقي قرن الله دري هذا ما هو لان الله دري ولك وليبا إنسي يتشنك برسول بواه وكو يتشنكون الرمي رسولك صلى الله عليه وسلم هذا القرآن كان في سورة الرحمن وقوة شنكو ينسي قبل أولها الله فبأي آلاء ربكما تكذبان ينسي شنك خطاب قول عيا وكي ولي برسول صلى الله عليه وسلم شنك إذن كتشوك فينا فبأي آلاء ربكما تكذبان وسؤال ربك النعموين كي ستابت بيننا يسال شنكو مركوي كتشوك لكن إنه كمينة كتشوك شنك وحي لهذه ربي ونحوين كاغا ميت كميدون بينيني إنو مجرتو جوابتو ديوا مركة شنك نبي محمد رمي صلى الله عليه وسلم في سورة محايا هيد إذا نواتا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن كوح دي نبي قوتي من صلى الله شنك أهي لوش كوح بقى كل دقي ستوك الرمي سوى هذا الله دي لسوكوري قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن مركة شنك أنا رسولك رسول بوها صلى الله عليه وسلم وميسل لقاها الله شنكو سيدو دبا الرسول ما الله دي راه إيغا ميسا كلب الرسول كي بني آدم يتشوغا إيغا الرسول واه ميسا نبي محمد كليا الرسول النقضي دو دا سوا دو دا علماء الاحتال المي وحوي رسولك صلى الله عليه وسلم خلقي قال الله دي راي. طيب فيا أحمد أحمد المختار إلى دورتي ويا خير مصطفى مدل دورتك وخير بنايا إلى الخلق الله دورت الله دري ومن عرب خلق قاسو عرب يو عجم من عجم يو من حضر يكور مقالة بإسكتشنا يو من بدوين بوي معنا عليك سلام الله يا نجل هاشم عليك سلام الله يا عالي القدر هل كان لقب الله
وحو قلي دونا إنو النبي صلى الله عليه وسلم سلامه سلام بدن بو استبر لك دونا أو النبي قدي أدره يو سلام يو أساقو النبي صفات كيسين أقوي يري صلى الله عليه وسلم أولهان شري سلام تا النبي صلى الله عليه وسلم سلام يدبر بمعنى وحيلاده معاني فربضان سلام تاس وهذا كتوصل دونا يو سلام تا وحو أبدين يو مقاصد بو ربعين كو قاله أو كتوصله النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال السلام صلى الله عليه وسلم ولو صلي اي قران كان فري ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان لو صلي ولا سلام وامر قران واحد مد لباد وهي و بركيسنيا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ومن افضل العبادات النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي ودع النبي لو دعينا صلى الله عليه وسلم دعاءنا نبي قصد الشيء عبادة هذه ترتبه ودعاء ذا بركة أيضا هو عبادة مدة صدحات وياه رسول كأنه صلى الله عليه وسلم مركي الله سلامه سلام توقع ذا مل ألا ميرش أدوه كتشوك تمركا سلام أدرته سلام توكار الدنيا وحنا تلمامي يا رمتا أيضا حديث أبو داود يا أحمد يسوس ساره من حديث أبي هريرة رسول كوحر صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام مجر الروح السلام إلا مركو سلامة إيسو الدراء إلهي وحو إيسو حليا الروح ذي ذا نفتا ليسو حليا مركاسا سلامة كقادة ورسول كوري صلى الله عليه وسلم حديث كاسي وحي إليه العلماء هو حسن وحديث سقوه مركا معاني ذا صورنا يكب ذنبا أي أجدد ستاي مركو النبي آدو سلامة صلى الله عليه وسلم وكل إيران دورا وحي إلي مركا عليك سلام الله عليك كركاك سلام الله سلامة إلهي ها أهاتو يا نجل هاشم هاشم ويل كيسيو هاشم يعني ويل كوداليو عليك كركاك ها أهاتو سلام الله سلامة الله يا عالي القدر متكي قدر كيسو سريييو عليك سلام الله إن عليك الله هرمريو سلام الله دنبيسيو وسلامة تدتك الدنتي تذكر أنت مرك الله سلامي عليك السلام بعدنا والسيد في عن تذكر نور مرك الله سلامي أنا السلام عليك على عليك على الدميسي سيد واحد المامة يا حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم وحكورنا أبو جري الهاش الهجيمي رسولك أنا أميد برسول الله عليه وسلم مرك سامي عليك السلام يا رسول الله عليك السلام وركاس النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول عليك السلام عليك السلام هدين بحيل فإن عليك السلام تحية الموتى ضدك الدين طيبة عليك السلام لغو سلاما أما ضدك نول السلام عليك اللهم عليكم طيب أحمد يا أبو داود يا صوص على واحد صحيح لكن هذا روح صائر رتي ضدك الدين طيب أهل القبور كمرك الله سلام الله يلفت هذا إن لي هذا السلام عليكم سعي سنة قبوة كتبة نبي قلنا مركو قبورته سلامي السلام عليكم أهل الدار أهل محوقها عائشة مركو برينا نبي صلى الله عليه وسلم سيدا صبر السلام عليكم مركا لبضو واصح لبضو واصح ذاتك أنت وقالوا سلامي كرا لكن سيدا في عمبا واحدة سيدا حديث كانوا تلماما يو إنس عليك الهرمري كان نوحو تلماما سيدا في عن كوانا واحد تلماما سيدا بنان بنانته معنا طيب عليك سلام الله يا نجل هاشم نجل وحل إلى هذا بمعنى وابن أكلوه طيب هاشم كنا والنبي صلى الله عليه وسلم أوجي صلبات صلص بمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب مركع هاشم كوا أوجي صلبات رسولك صلى الله عليه وسلم طيب عام بوهاي وحلي هذا عبد المطلب سجى كعن سنة عبد المطلب يهاشم هاشم بعن سنة بليلا طيب واق وانا متكلم نسبة النبي كشيب كيس بنو هاشم طيب عليك سلام الله يا نجل هاشم عليك سلام الله يا عالي القدر عالي القدر وحو يقدر كيس سري إنه قدر كيس سرينا سيد الرب تبارك وتعالى ولم عامل ضيبت كجرا
ربي تبارك وتعالى قرآنك الكريم رسولك صلى الله عليه وسلم سيدا أما أولها الله أما سيدا الله رقمه آد وحاكوشر تقدرين آد وصريس. طيب مثلا الله تبارك وتعالى وحوين بكون أرتع عمرك رسولك إنه كون أرتع صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون نبي محمد ونولش هذا نكون أرانه يا يعني ويورير سيهن واحد ويسقران سرقان سيهن قالوا دوك هذا سرقان بيكون احتران بركة عمرك سكون أرانه بركة اللو يريو قرآن كنحديسة يا محمد يا أحمد لبنه سيد النبي ذاك لي لو يرى هذا يا موسى يا عيسى يا رسولك ما عيسى الله ما يرى وحال يرى هذا يا أيها الرسول أكله يا أيها النبي صفة النبوة هي صفة الرسالة الله يرى صبرت وحكم تاهي أكله سورة انشرح وكله كويري ورفعنا لك ذكرك عسان تجدون مقامك محمود كي خلايق دونكم هذين دونا وكلسي ربي تبارك وتعالى مركا آد برسولك يسأو قدريي قدر آد سرية رواسي معناها سوكوضا يا عالي القدري. طيب عليك سلام الله يا صفوة الورى عليك سلام الله يا معدن التبري عليك كركاقا آتو سلام الله يا صفوة الورى خلقك كي لقدر تيو حلك هاي حلكي خلقي حلكي سيو عليك كركاقا آتو سلام الله يا معدن التبري يعني تبرق ومعدنت معدن كنوا مكانك معدنت ماشي ديو ماشي معدنت أصل كوا هايو تبرق أصلا وحلي هذا معدنت مركا أنت أن يعني أن 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 لك لسارين أما أن للسفين أما العجهان أن لقديجن ذهب كي في الضد معدنت قالقة مركا للصو صارو أي عيرين كيهين ولي أن لا ضب يحبل الجلين أي واحد لي هذا تبري لي هذا تبري وأمرك أصل كده معدن كان واحد لي هذا وماشى معدن كوا ماشى مرك جوهرته يمعدن تقالقة ماشى سيبوها وأول بو قال يبو يسوي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم كذا يا معدن تبري. طيب عليك سلام الله يا صاحب اللواء عليك سلام الله يا طيب النشر عليك كركاك هذا سلام الله سلامت علي النبي قليه ده آفات يوحن ورنات كنا بتقش يا صاحب اللواء علنك كيو صاحبك هايو بنديرد عليك كركاك هذا سلام الله يا طيب النشر متك يعني عرفتي سؤد قونيدو وصومرني طيب النشر صمينا صومر يعني عرفتي سيني ادغونيت قريب اوغا سو حدلي وانا سو شرحني احاديث تلماميسي نبي صلى الله عليه وسلم انو ادو ادغونا او ديدكيسه اي جيركيسه مريس ادغوناي. طيب يا صاحب اللواء وحكودا ما انت قيامته سيدا احاديثه كتمت نبي صلى الله عليه وسلم بنديرديسي علنكيسا اي عيد والبا اي مخوس هرسن دوران حديث كان وحديث ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورينيو ترمذي ابن ماجه يغير كذا أورينيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخرا آدم أنت ضلي أنا سيد أمانة قيامة فان معها وبيدي لواء الحمد ولا فخرا كعنت إذا وحى كشر بندي رد ما أما علنك مهدا يعني علنك لا يقوم هذا عدين دونه أنا كعنتك هاي وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت اللواء مجر النبي آدم كسب الله إلى كوي كدم بيونا مدول ببندير ضيد هوس جوجا مالن تقيامة برسولك صلى الله عليه وسلم ساس في معنا تانا واحد المام يسحديث كان صوم رنيد الشفاعة كل جود ماشي استأجي كري وعيونه كقدر دارتين نبي قال تجي صلوات ربي وسلام عليه ربي جهور تجيه خلقه وشفيعي ساس في معنا مرك حديث كاسي أي واحد صحيح هو تدو شغل بالي ليه يا طيب النشر نشر جو حلي هذا وعرفته أما وحلي هذا ضويشون ضويش أما هود جوناتو أما الشرك أما هود جونادو أما هقر مولادو يعني النشر ولا ليه كره وقول أما وحلي هذا النشر جو ميت كود جون بالبه وعرفته مركان نقوله يلا بدو ولا هذا. طيب
عليك سلام الله يا علم الهدى، عليك سلام الله يا سامي الذكر، عليك كركا كاتو سلام الله سلام تعالى يا علم الهدى هنونك علم كيسيو. طيب عليك كركا كاتو سلام الله يا سامي الذكر شيغي دي سميت كيسر ريسيو. علم الهدى وحلقه ودا هنونك الله تبارك وتعالى ايو اها استانتا لغو دايدو يا علم امحوها علامة دواء بمعنى هداية هذا وحلقة هذا وهداية الدلالة طريق إلهي أدوم هذا للرب ورالي كيها أي وحوها علامة يعلنك علنك للراعي كتصي طريق إسقى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم طريق إلهي لومرو إسقى لقدن يرسلك صلى الله عليه وسلم علم الهدى ساسوا يا سامي الذكر نوحك هذا ما قد عيسى سريي وإلهي أكتس كسرري الضوء ذا أكتو ذا كسرري هو كقرآن كإله نوشى ورفعنا لك ذكرك حسك أي شيء جدا كروق عند ما عاجن سريسين وسيادة بدن بالجوس الرئيسي سيادة بدن بالجوس الرئيسيه وح كم ذا الله تبارك وتعالى كلمة التوحيد ك إن كل مانيي رسول كرسالة دي صلى الله عليه وسلم و ادون كون سن سو بغري كرين اسلامنمدا الا انو قرم و يعني اشهد ان لا اله الا الله كما في الله اشهد ان لا اله الا الله كما في الله وان محمد رسول الله اله كل ماري مركا سن سو شيغني با سياو فربدن وكلا دوون بو اله مغع رسول كر و قاد صلى الله عليه وسلم اذن كو كان ري سدو كلا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. طيب عليك سلام سلام الله يا قمر الدجى، عليك سلام الله يا مصطدى الفجر، عليك كركها سلام الله سلامت الله يا قمر الدجى مجدك دي حسيو، عليك كركها سلام الله يا مصطدى الفجر فجرك افتين كيسيو اما كيلو افتين سنيو. طيب افتين كي فجركم وكوضا الدجى ومجدك وظلمضا نبي ضيح بوها افتين كي مجدكوها مجدك محل قوضا مجدك سوى قال لماذا يشكك يجهلك مجدك إسا ضيح افتيمين يبوها ومحوها هاي ومدهو افتيمين يوقي حيا أيها. طيب يا مصطدى الفجر نوحو كودا سيدا مجدك هبينك سيدا لو قجره واغو مركو الدلاح افتينك أدونك أغو إيماني أي النبي محمد وحوها وابركي أدونك أدونك أبريي وعلمي يا أقون يا توحيد يا أخلاق ونعكسن بو أدونك وابركيسي وصداقوها النبي صلى الله عليه وسلم. عليك سلام الله يا قمر الدجا مجدك ضيحيسي وكركاك سلامها أهات عليك كركاك هات سلام الله يا مصطدى الفجر فجرك كيسي لإفتين سنة يو أما إفتينك فجرك أما وابركو يعني وحوي نورك هداية دوي أو يعني وحوي افتيمني أدونك افتيمني عليك سلام الله ألقى بها العيدة عليك سلام الله أشتد بها أزري هل كوحك بالله بالدورة سلام تافرح بدن غص نبيك سلام أيه وتشدد كله كله ماشي وح كترش وتشدي مقصود كذا يهلك بالله بالدورة وينو دورة ينو كوجارو دنا بدن يوتشدو يم بدن وأدوني آخر بله مقاصد بدن الدنيا اخره بالدور انه كحقيقيو سلامت النبي او سلاميو وحين كميتهي عبادات كادونك اله عابوديو وحين كميتهي وحيالها لو توصلو توصلك واح توصل بحال الى ذا وان شيء وحاد ربتي اد شيء كو غادو وسيله الى ذا غاديت كو وسيله شيء كستو شيء كو غارسي وا وسيله وحيالها اله مركو لو توصلو وحا كميده oo rabbiga markaad wax ka rabto aad wax ku waydiisan karto waxa kamida amalkaaga saaliha waxa deedahay ilaahu hadan salaada aan tukade adiga darta ku tukade waxa igu si ilaahu salaada aan tukade ilaahu soon kan soobi xaj kan xaji iimaankayga ilaahu igu si marka waa lagu tawsulaa amaasha saaliha salliga nabiga maxamed aan ku saliye sumar salaanta aan salaamay marka waa cibaado waa amal waa amalku waa lagu tawsulaa وحكى له لغة توصلة بمعنى وحوي روح وناكسن أو نول أو كلت شوقة أما تجاري كرتو إن ترى ذا إله إيباري توصل كبرنابو كمدي ميت دنتي ما ميت دنتي حبك أما أوجب ها كات توصل كيس سك أوركي صعمة
ساس تردد بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ركوا الرسول كن ولاها السجى كتب الرسول يجري ودي يجري الله نوبري رب نويدي مركو جيري السجى يجو قرب قبر جيسي شوغا مدينة شوغا بين النبي كل أحدين كتب الرسول كيسيو أديرك عباس بأدين عباس هو النبي أنتو نولا السجى كتب الرسول يجري حتى سوار دنتي إلهي نوبري رب نويدي قبر النبي يدل شوغا له ويكوّر يجمع حيادين أديرك يا عباس معي قدوس الصبر روح لنتينا لقط وصولك إن صامح الدمر لا هذا وحي الصحابة قوة الشوقين عمر وسمية به مركا بد لنتي مايا لكن من نول إلهي إيه ويدير اعتراض إيه مري وتوصل كصحابة كصدحان نوحوي إلهي أسماء دي سي صفات كيسا معي هذا إلهي الصفات كيسا لا تقول توصل وآتنا هذا ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال هذا يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي ما قاعد إلهي الصفات كيسين هتكون توصلشو توصلات كبر النبي كمتها مركا صلاة النبي قو السلام ويا وحكاني أنا يتوصل وحكوك قاعد الربا وحيالها صو صعدة إن إلهي كسي يروى معنا الكاسو كبر الله بدونه إن شاء الله تعالى هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.